هذا ويستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين، حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس السبت أكثر من مليون ومائتين وتسعة آلاف شخص، فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليونا ومائة وسبعة وثمانين ألف شخص. هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من تسعمائة وخمسة آلاف شخص.